شايف ماتش بكره ازاي؟ ايه اوجه صعوبته من وجهه نظرك؟ وخصوصا طبعا انه يعني هرجع للكلام اللي قلته في الاول، ماتش الاسماعيلي بره، في ماتشات بتبقى بره الحسابات، ملهاش علاقه لا بالميركاتو، ملهاش علاقه لا بالمستوى، ملهاش علاقه بالترتيب. واحد من الماتشات دي بيبقى الاسماعيلي. شايف الماتش بكره ازاي؟ واصعب الحسابات قدام مارسيل كولر يا كابتن اسامه. طبعا مباراه من مباريات القمه في مصر، طبعا اهلي وزمالك، اهلي واسماعيلي، اهلي ومصري، اسماعيلي ودلوقتي بدخل بيراميدز بقى اهلي وبيراميدز، زمالك وبيراميدز، يعني من الاهلي واسماعيلي من اهم المباريات في الدوري المصري، تاريخيه، مباراه تاريخيه. طبعا النادي الاسماعيلي اتمنى له كل التوفيق، وما اتمناش انه يكون في الموقف، يعني احنا السنه اللي فاتت كنا زعلانين ان الاسماعيلي صحيح قريب من الهبوط. وهو الدوري لو من غير الاسماعيلي يفقد ايوه جزء كبير جدا من حلاوته. طبعا اتحاد اسماعيلي مصري، المصري، لا احنا عايزين نحافظ على اللي فاضلين. ايوه يعني عايزين مش نحافظ على اللي الفرق فاضلين. الشعبيه اللي فاضله، طبعا لان احنا بقينا دي المتعه اصبحنا والحلاوه قربنا والجمهور. نبقى دوري شركات. صحيح. ف ف ف فطبعا موقف كان ليهم صعب السنه اللي فاتت، رغم ان الكابتن حمزه جمل جالهم في اخر السنه وادى عمل بشكل شغل كويس، كويس بصراحه. دي حقيقه يعني، ايوه وحتى كانت مستغربه انه يمشي. جدا، كل الناس استغربت قوي يا رحيل طبعا. حمزه الجمل. لكن هم طبعا جابوا جريدو، ليه خبره كبيره، خد الكونفدراليه قبل كده مع الاهلي، واشتغل في المغرب وله تاريخ، وجابوا 13 صفقه. ما اقدرش اقول ان الراجل هيلعبهم كلهم، صعب جدا يعني، من ال 11 او يعني اعتقد ممكن هتلاقي 3 4 او 5 لاعبين على الاكثر منهم، لان في قوام برضو يعني، في عبد الرحمن مجدي، في باسم، في ماهر محمدي. ماهر المحمدي، في بعض العناصر اللي بتلعب اساسيه ومستقره وليها دور، فهيدخل بعض العناصر طبعا من ال 13 صفقه اللي جت. فمش هقدر اقول شكل الفرقه ليهم في اول ماتش، لكن انا براهن على النادي بس الاهلي. دي حته برضو محيره شويه، ما انت هي مش عارف محيره، تقرا، يمكن الفرقه ما ظهرتش قدامك، ما لعبتش قدامك، حتى لو شفت شرايط ليها هتلاقي فرقه تانية مختلفه تماما، فبالتالي المنافس قدامك بكره مبهم. وفي المقابل جاريدو يمكن عارف النادي الاهلي كويس، حافظ النادي الاهلي كويس، فبالتالي المعادله هنا فيها برضو جزء الى حد ما تقدرش تقيس او تحسب عليه. ماشي، بس هو طبعا فريق هيبقى مبهم، جريدو مسك النادي الاهلي، كل ده جميل، بس النادي الاهلي بيراهن على نفسه، يعني بعيد خالص عن فكره المنافس، المنافس احواله ايه او واحواله اخباره ايه. ايه. النادي الاهلي جاله مدرب جديد مستر كولر، واضح انه شغال بشكل كويس. اللعيبه ايه اللي لفت نظرك في الاهلي مع كولر؟ لا، ما هجاوب لك على السؤال. اللعيبه اللي ريحت، واضح ان راجعه مشتاقه للكوره وفايقه. عوده واحد زي اكرم توفيق مؤثر، وراجل من اللعيبه المؤثره، وراجل حماسي وبيدي حيويه للمكان دوت. يعني في عوامل كتيره. مستر كولر ابتدى مع الفرقه من اول السنه، بعكس سواريش جه في اخر السنه، ولا موسيماني حتى ابتدى برضه. موسيماني دخل من الدار للنار برضه. يعني بقى له شهر ونص تقريبا شغال مع الفرقه، لعب ماتشين رسميين اللي هم الاتحاد المنستيري، او كسب في الماتشين نتيجه هايله واداء معقول جدا. صحيح احنا هنبقى مع الوقت متاكد ان الاداء هيتطور عن كده، وهنبقى احسن كاداء كمان والنتائج. كل الامور يعني في صف النادي الاهلي اقرب من الاسماعيلي، تمام، بخبرات لعبته، زي ما قلت لك الاشتياق اللي اللعيبه راجعه فيه، الاصرار على البطوله اللي راحت منك سنتين ورا بعض. النادي الاهلي مش متعود ان يخسر بطولتين ورا بعض، فانا اعتقد اللعيبه حاسه بده، فهتلاقي فيه من اول ماتش اللي هو الاسماعيلي هتلاقي فيه حماس ودوافع كبيره. فالامور كلها ان شاء الله في صالحنا. احنا لعبنا مباراتين زي ما بقول لك رسميتين، هم ما لعبوش لسه، كلها ماتشات وديه، فريتم الاداء، ايقاع الاداء بتاعك عشان انت لعبت ماتشين رسميين هيبقى اقوى واسرع مفروض ان شاء الله يعني. بالنسبه لمستر كولر، في حاجات طبعا دخلها او حسينا بيها، لكن مش هنقدر نحكم حكم قاطع، ولكن في حاجات ابتدت توضح. يعني مثلا الضغط،
من ماتش الاتحاد المنستيري هناك وهو باين انه بيلعب في تونس، ومع ذلك هو بيضغط من اول المباراه من قدام. معظم اوقات المباراه كنا بنضغط على فريق الاتحاد المنستيري، استحواذ كان لينا، فدي واضحه ان هو الضغط من الامام، ودي من سمات النادي الاهلي. يعني بصرف النظر عن المدربين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي بمختلف بقى تفكيرهم او طرق لعبهم او كده، دي شخصيه الاهلي المتملي هو الفعل. أيوة. هو اللي بيضغط، هو اللي بيحاول يخلق هجمات، هو اللي يعني بيدور على المكسب على طول وبيلعب من قدام.